أكيد ونتابع بعالم الصباح، ووصلنا لفقرة شوفي مع علامة. ما بنقول لهم شو كنا عم نعمل قبل وشوفي. لا إنه لزي قالت فقرة شوفي مع علامة كأنه مش شايفتني، صرنا ساعة هلا عم ناخذ سيلفيات، صار يعذروا يعني اللي حتشوفوه منا على الفيسبوك ما رح تشوفوه يمكن بالحياة الطبيعية. بس إنه شوفي في كثير أشياء، في كثير أشياء. نعم، اليوم موضوع كتير مهم اللي هو الشوز. يعني الشوز انا عرفت، قلت انت معي اليوم اكثر وحده حتكوني مبسوطه بالموضوع، بس قبل رح تنبسطي اكثر. امبارح مرقنا على الهواء كليب 100 سنه من الموضه، موضه الشعر والميك اب للسيدات. شفنا البشره البيضاء وشفنا البشره السمراء وشفنا عند الشباب. هلا قد ما كان مهضوم قررنا دغري نمرق كمان اليوم 2 كليبس، رح نشوف 100 سنة على الراشن بيوتي و100 سنة على المكسيكان بيوتي. واو. منشوف كيف عبر حقبات التاريخ كيف كانوا يعملوا ميك اب، كيف كانوا يعملوا شعرهم. شي كتير حلو. تفضلي من موزة مدام. نقزت انت مدام تفضلي فرجي معنا. هيدا راشن بيوتي. واو. بتشوفي كيف كانت قبل المرض، تحسك كان عم تهتم اكثر، تفكر بشو بدها تعمل اكثر. بعدين عم نمرق مثلا على 30 40 الحرب، وقت الحرب العالميه شفتي حتى ستايل مدروس، يعني مدروس هيك. يعني بتحسي في حرب صح، بس دائما تنتبه على حالها. الخمسين والستينات بجننوا، السبعين الهيبيز، بس 80 على وقت الجنون كان. بس التسعين والعشرين تحسن، الفين ضايعين مش عارفين شو بدهم، ما مش فهمانين هن مين. هن شو بدهم وليش اي عصر يعني. بس يا ريت تفسروا لي اخر شيء التاجول شو قصدهم فيها، ما بعرف انه هن يلا شو ما بيطلع معنا مافيا يعني. هلا رح نشوف المكسيكان بيوتي 100 سنه، خليكم معنا يلا. هلا عملنا خليط بال 2015، مش مفهوم اي عصر بدنا نرجع. نحن مش تعملوا كلهم كل يوم تعملهم. كل يوم تعمل شكل كل سهره بدل. ابدا. بس كمان شفتي شو حلو، بتشوفي قديش تقاليد البلد وعاداتهم موجوده. مثلا واضحة. المكسيكان بتحسي الجديد، بتفوتي يعني شوي بتشوفي سيجاره هيك اللي كثير بتعطي السكسي للبنت دائما موجوده عندهم. بتحسي شايفه شو حلو انه، بس بتحسي في عقبات تاريخيه اهم من الثانيه. بعدين خلاص زهقوا.
معدن وجليدي. هلا احنا عايشين اهم حقبه. هلا الشوز رح يكتبها التاريخ بطريقه مخيفه لقدام. ايه الشوز بليز. هلا رح ننتقل للشوز، رح نشوف سيلبرتيز شو لابسين، والاهم بدنا نقول اذا لابق لاجريهم، مش بس انه عم نورجي شو الموضه، الموضه بتبقى دائما مع هاديه، نحن بدنا نحكي اكثر شيء اذا الشوز بيلبقوا لاي فورمه اجر. يلا نحن وياكم مع سولانج نوولز، لابسه ويرز شي، لابسه شولز، لابسه شوز. اوكي هدول الشوز، شوز حلوين، كلنا متفقين من اول الطريق انه الشوز حلوين. حلوين اي فورمه اجر لها شوز رفيعه كثير، بدها تكون اول شيء صحيح لازم تكون عندها الكاحل رفيع، بس يعني بده مدى اكثر لانه اكلت لها اجرها، لازم تكون الاجرين كثير طوال بغض النظر او حتى اذا كانت اذا كانت اضعف شوي يمكن سكيني لانه اكثر بتعلق ولا لا. اكيد لازم تكون اكيد الاجر رفيعه، بس ما لازم يكون عندها ركبتها مبينه عريضه، وبدنا يكون عندنا مسافه، بدنا تطول الاجر لقدر البس شيء هالقد عالي. اوكي ناومي هاريز، تاني صورة، هدول انت بتحبيهم ولا؟ انا بعرف عم تطلعي وتقولي يا الله شو رح تقول، كتير حلوين هالشوز. طب بس هي كيوت حتى هي شو لبسة وكل شيء، هي كل شيء واجريها حلوين. لاحظتي انه الكاحل رفيع وعندنا فورمة اجر مليانة حلوة، بس عندها خفصة من فوق. يعني ما طالعة سكب كلها سوا، دونك كثير بيلبقوا لها. اوكي ما اكلوا لها من اجريها، ويمكن منها كثير طويله، بس عندها اجرين رفع وحلوين مرسومين رسم صح. اذا بتحبوا هالشوز وما بيلبقوكم، البسون تحت بانتس، البسون تحت بساتين طويل، لانه الا ما يبينوا بتحط اجر على اجر. سؤال، هلا البانتس اللي دارجين اللي بيجوا كثير واسعين ومقطوشين يعني ما بيجوا لاخر على الكاحل، تحت الكاحل، تحت الكاحل شوي. ايه على ايه بلا اذا بدي. أوكي. عرفتيهم؟ فيك تلبسي وبتلبسي هالشوز معهم، بينلبسوا هول الشوز معهم طبعا، او البوتين اللي بيجي الانكل بوتس كمان فيك حلوين طبعا، خاصة إذا مثلا الإجرين ما تحكيني بالطول، خلص طويلة قصيرة إنه بيلبق لك ما بيلبق. نينا دوبريف كمان لابسة وايتس مان، خلينا شوز اللي بيساعد فيهم انه لونهم قراب على لون الجلد، يعني بحال اجريها، هي اجريها حلوين وكثير رفعوا، لاحظت انه عندها مشط الاجر كثير هيك بومبي مزبوط، بقى كثير لابقين لها شوز. ودائما يلي منا كثير طويله وبتحب تلبس هالشوز، جرب تنقي شوز قريب على لون الجلد لحتى ما يقطش لاجريها. بس على الكاحل مش دائما بتقولي انه بيقطش الاجر؟ اذا كان اذا كانت اجرها عريضه وناصحه وما عندها مجال، مش هيك بدك تقول. اذروايز لازم تلبسيها بنفس اللون الجلدي، ما بقعد تحس انها قطشت لك اجري، اذا لبستها السوداء ومنا طويله بلا بدها تبين. اوكي اوكي right. جيسيكا شاستين لبسه بول اندرو، كثير حلوه لونها حلو، لونها كثير حلو، هيدي الشوز بترفع الاجر شو ما كان، هي تحسيها ملانه مزبوط. يعني لو تصوريها هي لبسه انكل شوز او هيدا هيدي ما بتزبط على الكل، اجمالا بتزبط على الكل. هلا لمين ما كتير حلو؟ يلي كتير ضعيفة، يلي كتير كتير ضعيفة واجريها كتير طوال بدها تبين اجرها كمان اطول، واذا هي كتير طويلة مثلا بتكون لابسة مثلا رقم اجرها 39 بتبين 49 تسعة عرفتي، فتنزل تقطص فيها 100%، لازم ننتبه لهالشيء. هلا ورا جيسيكا عنا كاري واشنطن لبسة بول اندرو مثلا، فضل هاي هيدول البامبس اللي درجوا بالثمانينات كتير، اللي كتير مروصين حلوين كتير، هيدول اللي بيرفعوا الاجرين حلوين، هول بيلبقوا اكيد لكل نوع اجر صح. طويلة مش طويلة بدها ترفع لها اجرها، بدها تعطيها مشقة، دايما وقتها ما بتلقط الكاحل تعطي مجال انه يصير في مدى مدى. بعد كاري رح نشوف ايميلي بلانت لابسه صوفيا ويبستر، مش غلط مش غلط ابدا، وشي كتير جميل، بس الفستان يا ريت اخذتوا لي اجريا بلا الفستان عن جد، لانه ما بعرف شو شنيع شو خطر لها، شو خطر هدي عن هالشوز بهالفستان. ايه يمكن هي قصدها انه يطلعوا بس على الشوز هيك بغض النظر على كتير ابدا، الشوز رائعين، الاصابيع الاجرين بده يكونوا رفع، والاهم الاجر ما لازم تكون عريضه. اذا الاجر عريضه بيطلع شيء كثير مش حلو، لانه ما بنشوف غير الاجر
على العرض ملقوطه من قدام لانه في شيء عم ينزل على الارض بوف بدكم القشره تكون كثير نحيفه وناعمه. يلي وراها روسي دياس كمان لبسه صوفيا ويبستر الشوز. فينا نعلق على الفستان قبل الشوز تعملي معروف. نعم بس ليكي ما بدنا نكون انفير، ما تنسي انه عندنا نحن هون الصوره عم تروح بالعرض ما بتصور هي هالقد عريضه. الفستان سرعه رائع. ايه انا كثير حبيته. طيب هلا هيدا الشوز كثير دارجين هون الفراشات الفراشات والاخبار اللي عليهم. شايفه قد ايه بده ياكل من الاجر؟ ايه ما قدرت اتقبلهم مع اجري الا اذا ليكي هون ما في كثير من القماش، ما في كثير يعني منا عريضه الباند. حلو بس ما لازم بطت الاجر تكون كثير عريضه. مزبوط هدول فعلا بدو اجرين سكب يعني مثل ما بيقولوا وما بيلبسوا مثلا هول تحت بانتس ابدا ولا تحت فستان بعد تعلق الفراشه حرام حرام. بعد بفتكر عندنا وقت راح نمرق لكارا دولوفيني لبسي الكسندر فوتيه ووراها دغري. شو يا جماعه فينا نشوف بعد؟ واو 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 اوه وبدو اجرين طوال. اه ميرسي بدو اجرين طوال بس هيدا اللون بضلوا يمروا اذا مش كتير طوال لانه منه ما بيقصقص يعني منه لون قاسي منه بني منه اسود منه كحلي. بس الاحمر ما بيعتبر من الالوان القويه؟ لا بيتخوى مع الجلد اكثر بكثير من الاسود والغوامق يعني بعده يعتبر بالفواتح بس هيدا لازم فعلا يكون اجرينا رفع وما يكون عندنا ركب عريضين. طب وبخصوص الاحمر اللي انت حاطيه اليوم كثير حلو الفولار كثير كثير دارج الفولار بس هو اصلا ما بحياته راح بقدم حياته هلا بنخلص بالسيكستيز وبالسيفنتيز انلبسوا هول وكثير دارجين هلا مع دريس كثير سمبل هلا اول ذا واي. اوكي شلحي بس تطلعي يلا عم بمزح اكيد. اي لاف يو يو لوك بيوتيفول ثانك يو. بنقول لها هاي لهلين. هاي لين هاي لين وي مس يو. اوكي بس هيك تنقول لك هاي وبنحبك. بنكفي عالم الصباح بس ناخذ قبل بريك وبعدين نكون سوا.